بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة الصف العاشر Grade 10. نبدأ اليوم بشرح وحل تمارين كتاب الكلاس بوك، كتاب الطالب. العنوان هنا New Media، معنى New جديد، وميديا هي الوسائل أو الإعلام، وسائط الإعلام. الأكتيفيتي 1، تمرين 1، Read، اقرأ، and match، ووصل. السؤال معنا match the pictures، يعني وصل الصور from A to I. انظروا هنا، هذه الصور تبدأ معنا هنا، الصورة الأولى هذه الصورة A إلى الصورة I، هنا إلى الصورة I. نريد أن نصل هذه الصور مع الكلمات الموجودة هنا في هذا البوكس from 1 to 14. الآن لو أتينا إلى الأولى number 1 magazine، أين المجلة؟ magazine هي الصورة F. look here. If this is the magazine، هذه المجلة. And smartphone، لا يوجد هنا من بين الصور صورة للسمارت فون، الجهاز أو الهاتف الذكي. Number 3، it is a blog، مدونة. It is C، look here. هذه مدونة، blog، تسمى blog. أيضا عندنا هنا number 4، newspaper، وهي مجلة، الحرف I هذه. أيضا عندنا هنا video game، H. Look here, we have here a video game and also radio. لا توجد صورة للراديو المسجل. Website، موقع. We can see here the website. Look here. يبدأ بهنا www. This is a website. And also 8. Smartwatch. لا يوجد عندنا ساعة ذكية. أيضا video streaming. D. Look here. Video streaming، وهو بث الفيديو المباشر. أيضا stereo. This is the stereo G. And we have tablet 11G. This is the tablet. This is the tablet. You can see it here, G. This is a stereo. And tablet، لا يوجد عندنا صورة للتابلت. وكذلك الكاميرا 12، لا يوجد صورة للكاميرا هنا. TV، it is A. Look here, we have the TV here. And the last one, social media platforms، معناها منصات التواصل الاجتماعي. B، لاحظ هنا we have WhatsApp, Instagram, YouTube, Snapchat, Facebook and other platforms. Platforms معناها منصات. نأتي الآن إلى التمرين الثاني. إذا لاحظوا هنا listen، استمع، and think، وفكر. بعد الاستماع هنا أعزائي الطلبة listen to three people، استمع إلى ثلاثة أشخاص، three people describing، يصفون different types of media، يصفون ثلاثة أنواع مختلفة من الميديا. Which type of media is each person talking about؟ يعني كل شخص يتكلم عن أي نوع. الشخص الأول سوف يتكلم عن الراديو، الشخص الثاني عن النيوزبيبر، والشخص الثالث عن السوشيال ميديا. الآن activity 3، read and discuss، اقرأ وناقش. Work in pairs، يعني اعمل بشكل مزدوج مع زميلك. عندنا هنا read the text، نريد أن نقرأ هذا التكست وهو بعنوان new media، وبعد ذلك نناقش الأسئلة. Question 1، what does new media mean؟ ما هو معنى new media؟ What does it mean؟ هذا هو المعنى، تجدون التعريف هنا. New media means types of media that are interactive، يعني هي وسائل تواصل فعالة، and allow users، تسمح للمستخدمين to communicate، أن يتواصلوا with each others. إذن هذا هو تعريف النيو ميديا. Number 2، what different types of new media are mentioned in the text؟ أنواع من النيو ميديا ذكرت في هذا النص. أنواع أخرى هي أيضا السوشيال ميديا. سوشيال ميديا، لاحظوا هنا تم ذكرها. This is new media and also we talked about social media، وسائل التواصل الاجتماعي. أيضا تم ذكر البلوجز، المدونات، بلوجز، مدونة معناها interactive، هنا معناها تفاعلي. New media، إعلام. أيضا الفيديو جيمز، also online news sites. هذه كلها من الأشياء التي تم ذكرها في هذا النص. 3، which types of new media do you use؟ هذا السؤال لك عزيز الطالب، أي نوع من وسائل التواصل أنت تفضلها؟ الآن نأتي إلى السؤال الآخر. طبعا هنا معنى connect هنا يتواصل.
وهذه الفقرة تتكلم عن النيو ميديا. الآن هنا السؤال الرابع، discuss يعني ناقش، work in groups اعمل مع زملائك في المجموعات، and discuss the following question. يوجد عندنا سؤال imagine يعني تخيل، if you had to spend a whole day، إذا كان يجب عليك أن تمضي a whole day يوم كامل without using any social media، بدون استخدام أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي. What would it be like؟ كيف سوف يحدث هذا؟ الآن هنا how would you feel؟ وكيف سوف تشعر؟ الإجابة I'd يعني I would enjoy more time playing outside يعني اللعب في الخارج، reading في القراءة، and talking to my friends والكلام مع الأصدقاء face to face. Now let's go to the second one, reading القراءة and understanding الفهم. Read and discuss اقرأ وناقش. Look at the picture انظر إلى هذه الصورة. Here we can see some people, they are using their mobile phones يستخدمون الأجهزة. الآن what do you think the teenagers، معنى teenagers المراهقين أو الشباب، ماذا تعتقد أن هؤلاء يفعلون في الصورة؟ الإجابة هذه هي الإجابة، إذن إجابة هذه السؤال هنا the answer is نقول they might be playing، ممكن أن يكون يلعبون with their phones أو playing games يلعبون ألعاب أو texting يعني يرسلون رسائل نصية أو looking at social media يتصفحون مواقع التواصل الاجتماعي. Now question 2, what do you think، ماذا تعتقد the word screenagers، ما معنى هذه الكلمة screenagers might mean؟ الآن هنا هذه كلمة informal يعني غير رسمية في اللغة الإنجليزية. teenagers معنى screen شاشة، ومعنى agers اللي هم معناها يعني المراهقين. نقول معناها teenagers هم المراهقون who spend a lot of time يمضون الكثير من الوقت in front of a screen يعني أمام الشاشة. This word is a blend of the words يعني هذه الكلمة هي عبارة عن كلمتين، الكلمة الأولى screen والثانية teenager. نأتي إلى activity 2, read and choose اقرأ واختار. Read the article اقرأ المقال and decide وقرر which statement أي جملة هي جملة صحيحة. طبعا هذه الإجابة معناها هنا excessive معنى excessive يعني الاستخدام المبالغ فيه والمفرط والكثير. excessive screen time الاستخدام الكبير للشاشات is negative هو سلبي regardless of content، إذا يعتمد على يكون ممكن أن يكون الاستخدام الكبير لوسائل التواصل أو لأي نوع من الهواتف يمكن أن يكون سلبي باعتماده على المحتوى، إذا يعتمد على المحتوى الذي يتم مشاهدته. أحيانا لا يكون نيجاتيف سلبي، قلنا معنى نيجاتيف سلبي، أحيانا لا يكون سلبيا إذا استخدمه مثلا المراهق في القراءة أو في البحث عن معلومات وغير ذلك. نأتي الآن هنا this is the article هذا هو المقال screenagers وهم المراهقون الذين يدمنون على الشاشات. لاحظ هنا economy اقتصاد، business أعمال، technology التكنولوجيا، و culture الثقافة. هنا هذا النص ترونه أمامكم، فقط نركز على هذه الكلمات، معنى digital natives يعني المواطن أو المواطن الرقمي، وهنا addicted to يعني يدمن على، addicted to their mobile devices يدمنون على الأجهزة الخلوية. أيضا عندنا كلمة هنا glued to يعني هؤلاء الأشخاص here teenagers are not the only ones glued to يعني ليس هم ملتصقون ب their devices، وقلنا معنى devices الأجهزة، إذا glued to ملتصق بال devices الأجهزة. أيضا هنا معنا كلمة excessive قلنا معناها الاستخدام المفرط والمبالغ فيه. excessive screen time can lead to serious problems يعني الاستخدام المفرط للشاشات يؤدي إلى serious problems مشاكل خطيرة. أيضا عندنا هنا كلمة attention span يعني مدى الاهتمام. هنا كلمة streaming videos وهي البث المباشر للفيديوهات، والكلمة الأخيرة هنا consequences العواقب يعني السلبيات التي تترتب على
هذا الاستخدام المبالغ فيه للشاشات. نأتي الآن هنا إلى Activity 3. Read اقرأ and answer وأجب. Read the article اقرأ المقال وهو هذا المقال معنا هنا. And again and answer the questions according to the article يعني حسب الارتكل يعني حسب ما ورد في المقال. On average بالمتوسط how many hours per day do teenagers spend online يعني كم متوسط الساعات بكل يوم في كل يوم يقضي المراهقون أو الشباب وقتا على الأونلاين تقريبا 9 hours 9 ساعات وسوف تجدون هذا الكلام هنا في هذه الفقرة لو قرأتم هنا يتكلم عن الأوقات التي يقضيها المراهقون بشكل يومي على الشاشات. Activity 2 الآن Question 2 What problems ما هي المشاكل can excessive screen time cause وهي الاستخدام المبالغ فيه والمفرط للشاشات يؤدي إلى problems مشاكل ما هي it can harm the brain's development يعني تطور ونمو الدماغ and reduce تقلل young people's attention spans يعني يقل مدى اهتمامهم بالأشياء الأخرى وهنا نجد هذا الكلام هنا الاكسسيف الاستخدام المفرط هذه هي المشاكل brain مشاكل للدماغ وأيضا attention span تقلل مدى اهتمامهم وانتباههم إلى الأشياء الأخرى. 3. Which is the most popular social media platform? ما هي أكثر منصة مشهورة في السوشيال ميديا for this age group لهؤلاء الشباب؟ هي اليوتيوب. يوتيوب لاحظوا هنا يتكلم عن اليوتيوب هذا هو الكلام the most popular يوتيوب لاحظوا هنا most popular popular. أيضا نأتي إلى question 4 Do all video games هل جميع الفيديو games contain تحتوي على violent content يعني violent يعني القسوة والشدة يعني محتوى القسوة والعنف الإجابة no ليس كل الفيديو games بها violent. 5 What do you think ماذا تعتقد the writer means in the statement ماذا أراد الكاتب من هذه الجملة the content المحتوى and context of teenagers screen use is more important than the amount of time they spend in front of a screen يعني يقول أن المحتوى الذي يتابعونه هذا مهم أكثر من الوقت الذي يتابعونه فيه الشاشات المعنى هنا يقول time spent in front of screen should not always be considered a negative issue يعني الوقت هو لا يعتبر نيجاتيف سلبي if the content إذا كان المحتوى a teenager is looking at is informative يعني إذا كان يبحث عن معلومات أو عن أشياء تساعده أو عن أشياء مفيدة useful. الآن activity 4 read and match اقرأ ووصل look at the word and expressions اقرأ انظر إلى الكلمات والتعبيرات in bold يعني نتكلم عن هذه الموجودة في اللون الأسود الغامق in bold هذه هي مثلا streaming video and consequences أيضا attention span excessive هذه هي المقصود بها الآن ما طلب المطلوب هو الآن نريد أن نكتب الكلمات هنا أمام كل تعريف definitions meaning هذه هي المعاني the length of time of for which a person is able to concentrate يركز on a particular activity يعني نشاط معين هذا يسمى attention span attention span يعني مدى الاهتمام والانتباه number two a person شخص who was born or has grown up since the use of digital technology became common هذا يسمى digital native يعني مواطن رقمي يعني عاش وولد مع تطور التكنولوجيا 3 to pay very close attention and تركز وتعطي انتباه لشيء something especially a television هذا يسمى glued to يعني ملتصق ب number 4 more than necessary اكثر من المطلوب او normal العادي هذا يسمى excessive يعني تفريط when a person uses something uncontrollably يعني عندما تستخدم شيء بطريقة غير
مسيطر عليها. For example, smartphones, computers and gaming systems. هذا يسمى إدمان. Addicted to. 6. Something that happens, شيء يحدث, as a result of a particular action or set of conditions. هذا يسمى عواقب. Consequences. 7. To play video online without downloading them. تلعب الفيديو بدون التحميل. Download. هذا يسمى streaming videos. نأتي إلى activity 5. Discuss. ناقش. Discuss the question with a partner. الآن نريد أن نقرأ هذا الموجود هنا. Why do you think teenagers, لماذا تعتقد أن المراهقين spend too much time in front of screens, لماذا يقضون وقت كبير أمام الشاشات؟ This is the answer. I think teenagers spend too much time in front of screens because they enjoy playing games, chatting with friends, watching videos and using social media. It's fun but it can become a habit. يعني ممكن أن تصبح هذه ممكن أن تصبح عادة. Question 2. Do you think that online video games, هل تعتقد أن الأونلاين فيديو جيمز increase يعني تزيد violent behavior يعني العنف وسلوك ال behavior سلوك العنف عند المراهقين؟ نقول الإجابة some people think online video games might increase violent يعني من الممكن أن تزيد العنف عندهم because they involve fighting لأنهم يرون المصارعة المضاربة but others believe it's just for fun فقط هي للمتعة and doesn't affect real life. الآن هنا كيف تعبر عن رأيك؟ تقول مثلا given your opinion. عندما تريد أن تعبر عن رأيك كيف تبدأ التعبير عن الرأي؟ تقول in my opinion أو تقول I think. لاحظ هنا استخدمنا think. قلنا people some people think. أيضا ممكن أن تقول based on my own experience يعني حسب معلوماتي أو خبرتي الشخصية I think that أو I think I believe أنا أعتقد I feel أنا أشعر that. إذا هذه أكثر من طريقة للتعبير عن الرأي. نأتي الآن إلى الجرامر القواعد and vocabulary الكلمات. الآن في عندنا يوجد عندنا هنا read the statements اقرأ الجمل from 1 to 10. If each sentence is true إذا كانت الجملة صحيحة نكتب T وإذا كانت خاطئة نكتب F وإذا not given يعني لم تعطى هذه المعلومة نكتب NG إذا هذه T للإجابة الصحيحة. هنا عندنا العنوان The amount of hours يعني عدد الساعات Patrick's family عائلة باتريك spend تقضي على الفيديو جيمز والتلفاز بير ويك إذا عدد الساعات التي تقضيها عائلة باتريك على الفيديو جيمز ومشاهدة التلفاز في الأسبوع. لاحظوا هنا عندنا number of hours هذا عدد الساعات from 0 to 20 وهنا عندنا أفراد العائلة father, mother, Patrick, Sarah, John, Kathy and David. الآن هذه المعلومات لاحظوا الأولى It is clear that the boys in the family يعني واضح من هذا الجدول انظروا إلى هذا الجدول أن البويز الأولاد أو الذكور in the family are more interested يعني أكثر اهتماما more interested in video games than the girls. إذن الإجابة هي true. لاحظوا هنا الفيديو جيمز هي باللون الأورنج عفوا باللون الأزرق. لاحظوا الفادر هنا أقل من لكن هنا انظروا باتريك أيضا انظروا إلى جون أيضا عندنا هنا ديفيد فالاهتمام بها أكثر. Number two, the chart. Chart معناها الجدول هذا هو الشارت. Shows يبين that the boys in Patrick's family are better at playing video games than the girls. يعني better معناها أفضل. هل هنا عندنا معلومات تبين أن البويز أفضل من الجيرلز؟ Not given. لا يوجد معلومة تدل على أنهم أفضل. 3. Patrick's mother والدة باتريك is the least interested يعني أقل اهتماما in playing video games. الإجابة صحيحة انظروا هنا video games لا يوجد عندها أي علامة. 4. Sarah finds watching TV more interesting يعني أكثر متعة than playing video games. False. لاحظوا هنا لأن this is Sarah فهي متساوية لا يوجد شيء أفضل من شيء. 5. David is the most frequent video game player in the family. Most frequent يعني أكثر شخص يلعب
بالفيديو جيمز. ديفيد، لوك ات ديفيد، هذا هو ديفيد. Now number 6 not given يعني غير موجود في الشارت. For Patrick watching TV is not as much fun as يعني ليس ممتعا مثل، يعني مشاهدة التلفاز ليس ممتعة مثل playing video games، هذا غير وارد في الشارت. 8 7 the father الوالد spends the least يعني أقل amount of time enjoying entertainment، يعني هو أقل شخص في العائلة يقضي وقتا على الانترتينمنت التسلية سواء الواتشنج تي في أو بلاينج فيديو جيمز. نعم نلاحظ أن الوالد هنا كما تلاحظون هو أقل شخص في العائلة. Now 8 John spends exactly the same يعني نفس الكمية ونفس عدد الساعات the same amount of time watching TV as his father. يعني جون، لاحظوا جون، this is John، يقضي ساعات يتابع التي في نفس والده. هذه إجابة خاطئة طبعا، هو أكثر، he is more than his father. إذن الإجابة F. أيضا 9 not given غير معطى هذه المعلومة. The father is the worst، هو أسوأ شخص في لعب الفيديو جيم في العائلة، هذه غير واردة. Now number 10 overall يعني بشكل نهائي وبشكل عام playing video games is not as popular as watching TV، يعني ليس مشهور لعب الفيديو جيم مثل مشاهدة التلفاز في عائلة باتريك. هل هذه صحيحة إجابة؟ نعم إجابة صحيحة. grammar focus الآن نركز على القواعد. عندنا شيء يسمى adjectives معناها صفات، of comparison يعني مقارنة، صفات المقارنة كيف نقارن بين الأشخاص. عندنا هنا المقارنة comparatives. لاحظوا هنا regular TV screens are larger than، أصل هذه الكلمة هي large كبير، لكن هنا قلنا larger أضفنا ER، الأصل القاعدة أن نضيف ER لكن الصفة large تنتهي بE فأصبحت larger. يعني مثال آخر ممكن أن نقول مثلا كلمة هنا على سبيل المثال small معناها صغير، وأصغر أقول ماذا smaller، فهذه تسمى مقارنة. أيضا مثلا على سبيل المثال كلمة long طويل، long كلمة long طويل، أريد أن أقول أطول أقول longer أطول من، وبعد ذلك نضيف ماذا، طبعا هنا حرف الـ O، وبعد الصفة نضيف ماذا، نضيف كلمة than، longer than أطول من، shorter than أقصر من، and أيضا bigger than أكبر من، fitter than. الآن نأتي إلى الجملة الثانية watching TV مشاهدة التلفاز is more popular. لاحظوا كلمة popular هذه كلمة صفة طويلة، صفة طويلة يعني ليست مثل large قصيرة. الصفة القصيرة ماذا نفعل، نضيف إليها ER أو R، هنا الـ E موجودة نضيف الـ R فقط. أما الصفة الطويلة التي تتكون أكثر مقطع نضع قبلها more، نضع قبلها ماذا more، ثم بعد ذلك than، يعني watching TV مشاهدة التلفاز is more popular أكثر شهرة than من video games. الآن irregular يعني صفات غير منتظمة، صفات غير منتظمة. هنا regular يعني صفات منتظمة لها قاعدة، ما هي القاعدة؟ القاعدة هي أن نضيف ER إلى الصفة القصيرة وأن نضيف more قبل الصفة الطويلة. الآن مثلا هذه كلمة better than أفضل من، لاحظوا هنا عندنا reading قراءة الكتب reading books is better than أفضل من watching TV. هذه better أصلها ماذا؟ أصلها good، ولكن ماذا فعلنا؟ لم نقول gooder، فهذه خطأ، فهذه تسمى شاذة، فتغير good بشكل كامل ويتغير عدد الحروف وتصبح better. الآن superlative التفضيل، معنى superlative التفضيل، يعني لا أريد أن أقارن أقول مثلا أحمد is taller than علي، أحمد أطول من علي، أريد أن أفضل مثلا أحمد على مجموعة. إذا المقارنة تكون between two things two people شخصين مجموعتين شيئين، لكن التفضيل واحد مع مجموعة.
الآن هنا أقول the TV in my room، التلفاز في غرفتي is the largest. إذا هنا لاحظوا in the house، هنا قارنت بين التي في ومجموعة باقي الأشياء الموجودة في الهاوس البيت. الصفة هي large، ماذا أضفنا؟ large كبير و largest الأكبر. إذا هنا انتبهوا، أضفنا ذا قبل الصفة وأضفنا اي اس تي إلى الصفة. أما إذا كانت الصفة طويلة تتكون من أكثر من مقطع، فماذا نضع قبلها؟ the most، the most الأكثر، the most popular الأكثر شهرة. تي في شوز ذا ار كوميدي شوز، يعني التي في شوز هي الأكثر شهرة، واحنا نحن نتكلم عن الكوميدي شوز. إذا الكوميدي شوز يعني عروض المضحكة الكوميدية هي الأكثر شهرة من بين جميع برامج التلفاز. أيضا هذه الصفة شاذة، هذه تسمى irregular غير منتظمة، وهي reading books قراءة الكتب is the best hobby، يعني هي الأفضل من جميع الهوايات، من جميع الهوايات. وأصل طبعا هنا the best، الصفة أصلها كما قلنا لكم هي good، فلا أستطيع أن أقول the goodest. ففي هذه الصفات نستطيع القول أيضا مثلا كلمة small صغير، عندما أريد أن أقول الأصغر من بين الجميع أقول the smallest، the smallest. لكن لو كنت أقارن بين، لو كنت أقارن بين شيئين أقول ماذا؟ أقول smaller، smaller. إذا نضيف الـ EST واحد مع مجموعة، ونضيف الـ ER واحد مع واحد أو شيء مع شيء. عندنا هنا أيضا أعزائي كلمة as، ونضع الصفة في الوسط ثم as. as يعني مثل، يعني يوجد تساوي بين الصفتين. when two things are the same، عندما يكون شيئين متساويين، نقول my computer screen، شاشة كمبيوتري، is as large as my screen TV، يعني شاشة الكمبيوتر نفس حجم شاشة التلفاز. لاحظوا هنا as، ووضعنا الصفة كما هي large، لم نضيف، لا نقول as larger أو as largest، نضعها كما هي، وهنا أيضا as، وفي الجهة الأخرى as. أيضا هنا watching TV is، مشاهدة التلفاز، as popular، as مشهورة مثل playing video games. reading books is as good as، لاحظوا الصفة كما هي بدون تغيير، watching TV. أيضا ممكن أن نقول not as، لا يتغير أي شيء، فقط نضع النوت، ولكن النوت تكون إما مع is not أو are not أو am not. لاحظوا هنا my computer screen is not، إذا وضعنا is قبل النوت، is not as large as my TV screen. وهنا watching TV is not، أيضا استخدمنا is، وهنا أيضا is، والصفة بين as و as تبقى كما هي. الآن هنا نأتي إلى this page new media، يوجد عندنا two men، رجلان هنا، they are in the lift، هما موجودان في الليفت المصعد. ماذا يقول هذا؟ why did you، هذا يقول الرجل هذا لهذا الرجل، I brought you up، didn't I، يعني I brought you، brought you up، هذا يسمى phrasal verb، الفعل brought مع حرف الجر up. هذا يستغرب يقول why did you call me son، لماذا تقول لي يا ابني؟ You are not my father، أنت لست والدي. إذا فهم أن معنى brought you up يعني ربيتك، لكن هي ليس بهذا المعنى. نأتي الآن إلى الإجابة ونوضح أكثر. Look at the picture، انظر إلى الصورة، and discuss the questions. الآن يوجد عندنا two men are in the lift، رجلان في المصعد. What is happening، ماذا يحصل in the in this cartoon؟ There is a misunderstanding، يوجد سوء فهم، misunderstanding يعني سوء فهم between them. What misunderstanding، ما هو سوء الفهم occurs الذي حصل between the two men، هذا هو الإجابة. One man calls the other man son، وهو الرجل هذا ينادي هذا الرجل، يقول له my son يعني ابني. He is not his father، وهو ليس والده، but he says that he brought him up، لكن قال له أنا ربيتك. السؤال الثالث، what are the possible meanings، ما هو المعنى المحتمل to bring up، عندما قال له I brought you up، ماذا قصد بهذا المعنى؟ الإجابة هنا it has two meanings، لها معنيان. المعنى الأول to take something or someone from upstairs، أنك تأخذ شخص معك على الدرج أو في المصعد، or to a higher level، أو to raise a child، أن تربي الولد. فهذا
اعتقد أنه قال له أنا ربيتك، يعني أنا والدك، وإنما هو يقصد يريد أن يأخذه معه في المصعد. نأتي الآن إلى activity 4 read and discuss. الآن هنا الكلمات look at the reading text on page 2. إذا هذه من كتاب page 2، صفحة 2 في كتاب skills book، كتاب المهارات. نريد أن معاني الكلمات الموجودة في البولد، الخط الغامق، وهي كما نشاهدها هنا this is page 2 page 1 this is page 2. هذه طبعا هنا غير واضحة، لكن هذه الكلمات الموجودة بالخط الغامق تجدونها عندكم في الكتاب أعزائي الطلبة بشكل أوضح، لكن هنا وضعت لكم المعاني. Do you understand the meaning of these verbs؟ لاحظوا هنا to scroll through معناها هنا to move up or down a screen of a smartphone or a computer. معنى أيضا to keep up with somebody, to stay in contact with somebody, to make up معناها to invent، وهكذا. هنا تجدون جميع معاني الكلمات، وهذه تسمى phrasal verbs، تسمى phrasal verbs. انظروا هنا أعزائي، هذه phrasal verbs، ومعنى phrasal verbs هو فعل، هذا لاحظوا هذا فعل زائد حرف جر أو ظرف، هنا فعل وبعدها حرف جر أو حرفين جر زائد ظرف. لاحظوا هنا فعل make وحرف جر، look فعل verb و up حرف جر، وهكذا. نأتي إلى question هنا to what is special about phrasal verbs، ما هو الشيء الذي يميز الفريزل فيربز؟ الإجابة هنا number 2، phrasal verbs are formed، يتم تشكيلها وصياغتها من verb فعل and a preposition حرف جر or an adjective وصفة or both أو صفاهما، يعني فعل زائد حرف جر وصفة. Their meaning معناها is not always literal، المعنى ليس حرفيا or possible to understand أو سهل الفهم. From the words alone often the best way to learn phrasal verbs، أفضل طريقة لتعلمها الفريزل فيربز to memorize their meaning، أنك تحفظ المعنى. السؤال الثالث What other phrasal verbs do you know؟ يعني اذكر phrasal verbs أفعال أخرى غير الواردة هنا مثل pick up, clear out, go around, turn on and turn off، هذه كلها phrasal verbs. نأتي إلى activity 5 read and complete. Complete the sentences، يوجد عندنا هنا with the appropriate مناسب مجموعة من phrasal verbs، هذه هي موجودة هنا في الجدول. الآن نريد أن نكتبها هنا، وهنا يعطينا المعنى طبعا. لاحظوا معنى I came across this information، يعني صادفت أو وجدت بالصدفة هذه المعلومات while searching on the internet، عندما كنت أبحث في الإنترنت. إذا لاحظوا معنى came across معناها find by chance، يجد بالمصادفة. معنى log in هنا معناها connect، يعني يتصل to a network. ومعنى go into talk about، يتكلم عن. هنا please hurry up معنى hurry up move faster، يعني أسرع. ومعنى click on select with a computer mouse، أنك تختار بماوس الكمبيوتر. ومعنى made up كما نلاحظ هنا lie about، يعني made up يعني يكذب ويختلق story وقصة. نأتي إلى listening الاستماع والspeaking التكلم. يوجد عندنا هنا في هذا البوكس مجموعة من الكلمات، نريد أن نعرف معاني هذه الكلمات. وضعت لكم المعاني هنا أعزائي الطلبة: journalism the profession or reporting the news، reporter صحفي هو الشخص who reports news or conducts interviews، وهكذا. إذن هنا تجدون جميع معاني هذه الكلمات وتعريفاتها. listen استمع وانصر أجب. Listen to an interview، استمع إلى مقابلة with a journalist مع صحفي about the future عن مستقبل الصحافة. الآن ونضع إما true للإجابة الصحيحة و false للإجابة الخاطئة. ترون الإجابات هنا أعزائي الطلبة according to the Dr. David، إذن المقابلة كانت مع دكتور ديفيد. هذه هي الإجابات number 1 false 2 false 3 true 4 false and 5 false 6 false. طبعا هذا تستمعون له في المدرسة مع المعلم. هنا أيضا listen and choose استمع واختار. عندنا أيضا هنا من نفس المقابلة في السؤال السابق in the interview في المقابلة الدكتور ديفيد تكلم عن talks about newspaper reading habits، عادات قراءة النيوز بيبر.
استمع وانظر إلى الإجابات. طبعا هو سوف يكون يتكلم عن هذه عن هذا الجدول، وهو الجدول B. وماذا هو، ما معنى هذا الجدول B؟ The answer is chart B. This chart shows، هذا الشارت يبين sales of printed newspapers، يعني بيع الصحف المطبوعة، going down، يعني أصبح أقل، but readership of online newspapers increasing، والمشتركين مع المجلات online يزيد أكثر وأكثر. الآن نأتي هنا إلى pronunciation، معناها اللفظ، لفظ الكلمات، how to say the word. ولاحظوا هنا في عندنا شيء يسمى stressed syllable، يعني التشديد، تشديد على مقطع، stressed تشديد، والsyllable مقطع صوتي. في هذه الكلمة online عندما ننطقها لا نقرأها online online، يوجد عندنا stress وهو الدائرة الكبيرة هذه، نقول online online، يعني لاحظوا على المقطع الأول. وهنا أيضا يوجد تشديد على المقطع الأول، هذه الكلمة consequence consequence، لكن عندما نقرأها يكون الاسترس على المقطع الأول، consequence consequence، وهكذا. أيضا device التشديد على المقطع الثاني، مقطعان device. نركز الآن والاسترس يكون على الثاني، device device، وهكذا. هذه أيضا teenager الكلمة هذه معناها الاستخدام المفرط، excessive excessive. هنا participate participate، لاحظوا التركيز على المقطع الثاني، تي تي participate. هنا سي يكون تركيز على هذا المقطع، وهنا على المقطع الثاني vice device، وهنا على المقطع الأول teenagers teenagers، وهو المقطع الأول، هذا هو الأول. الآن هنا التركيز يكون على هذه المقاطع أعزائي الطلبة، connect على المقطع الثاني، media الأول، interactive الثاني، communicate الثاني، digital الأول، attention الثاني. هنا عندنا مناقشة وهي discuss، ناقش. Choose one of the statements from activity 2، اختار واحدة من الجمل الموجودة في activity 2، وبعد ذلك أعطي رأيك، إما أنك agree توافق أو disagree غير موافق مع هذه الجمل، وهي هذا نتكلم عن هذه. لاحظوا هنا activity 2، this is activity 2، عندنا هنا from 1 to 6 from 1 to 6. الآن اختر أي واحدة من هذه وتكلم عنها وأعطي رأيك. لاحظوا هنا اخترنا الآن كلمة الجورناليزم، نقول مثلا I think the future of journalism will be more digital. News will be shared online quickly through websites and social media. I agree، لاحظوا استخدم كلمة I think للتعبير عن الرأي، أيضا استخدم كلمة agree، I agree يعني أوافق، that technology will make it easier to get news but we should be careful to check if the information is true before believing it. لاحظوا أيضا هذا الصندوق، كيف نعبر عن رأينا، giving your opinion، كيف تعبر عن رأيك. إذا كنت توافق شخصا في رأيه، agreeing يعني موافقة، تقول I agree with you أو I have the same opinion، عندي نفس الرأي، you are exactly right، أنت محق. الآن هنا بالنسبة للdisagreeing عدم الموافقة، تقول I'm sorry، أنا آسف، but I don't agree، لا أوافق، I see what you are saying but، يعني أنا أرى ما تقول، ولكن يعني أنت لا توافقه، that's true but، ذلك صحيح ولكن، تريد أن تعبر عن معنى آخر. كيف تعطي الآن أسباب، giving reasons، تقول I think this because، أعتقد أن هذا بسبب، وتعطي السبب، the reason for this is، سبب ذلك هو، وتذكر السبب هنا بعد ذلك. أيضا giving examples، إذا أردت أن تعطي أمثلة أثناء الكلام أو الكتابة، تقول for example يعني على سبيل المثال، for instance أيضا على سبيل المثال، one example of، this is أحد الأمثلة هو، وهكذا. إذا هذه للكلام والتعبير عن الرأي، how can you give your opinion، كيف تعطي رأيك عن شيء معين. نأتي إلى القسم الأخير وهو قسم الرايتنج. الآن هنا بالنسبة للرايتنج، الكتابة، match وصل the charts، يعني هذه الجداول، we have four charts 1 2 3 4 with their names، مع أسمائها. هذا الأول chart 1 هذا يسمى pie، طبعا هذا الأول نتكلم عن الأول، هذا يسمى column chart، إذن هذا column
chart الأعمدة. Number two, this is a line graph. Line graph. لاحظ هنا يوجد عندنا lines خطوط. Line graph يسمى. وهذا number three يسمى bar chart. هذا يسمى bar chart. والأخير هذا يسمى pie chart. Number four pie chart. إذن هذه هي الإجابات. نأتي الآن إلى هنا read and answer. اقرأ وأجب. Look at the two pie charts. لاحظ هنا pie charts وهي الباي معناها فطيرة. لاحظوا شكل هذا الشارت مثل الفطيرة. هذا this is the first pie chart. This is the second pie chart. هذا الأول يتكلم عن المن. هذا يمثل المن الرجال. والثاني هذا يمثل الومن النساء. طبعا العنوان هو social media وسائل التواصل used by التي تستخدم عن طريق الرجال والنساء في من عمر 18 18 to 24 years في in the USA في الولايات المتحدة in 2018. هذه هي النسب الموجودة هنا وهذه السوشيال ميديا. اللون الأزرق for the Facebook, this is for the WhatsApp, this is for Twitter and we have Snapchat and Instagram. إذا يوجد عندنا مقارنة نريد أن نقرأ ونقارن. الآن a question one here, what do the two pie charts show? ماذا يوضحان الباي charts؟ يوضحان this is the meaning. The social media platforms used by men and women aged 18 to 24 in the USA in 2018. Question 2 هنا, what is the most popular? نتكلم عن الأكثر شهرة. What is the most popular type of social media for both? يعني أكثر شيء يستخدم both للجنسين men and women. It is the Facebook. You can see the Facebook. Look here, this is the men. Facebook 39%, 39%. أيضا عند النساء women Facebook اللون الأزرق 40%. Question 3, what is the least popular? موقع التواصل الأقل استخداما لكليهما both men and women. It is WhatsApp. Look here for WhatsApp. WhatsApp هو اللون هذا. WhatsApp 9% and here 10%. وهنا أعزائي الطلبة question 4, do the pie chart, هل الباي chart هذا show any significant, يعني أي هل يظهر أي اختلاف مهم, significant مهم و different اختلاف مهم in social media used between men and women. نقول Snapchat, نعم يظهر أن Snapchat is more popular with women, أن استخدام Snapchat يتم استخدامه أكثر عند النساء بينما تويتر هو الأكثر عند الرجال. Look here, تويتر أكثر شيء عند الرجال. وطبعا نقارن بالشيء الذي يتفوق به الرجال على النساء وليس لاحظوا الاستخدام الأكثر. إذن هنا 22, this is تويتر, بينما تويتر هنا عند women النساء 9, فيوجد فرق كبير. أما بالنسبة لسناب شات here 21%, لكن هنا 11%, فيوجد تفوق للنساء في السناب شات وللرجال في استخدام التويتر. طبعا هذا مهم جدا تقرأوا هذا. هذا يبين كيف أستطيع أن أصف البار شارت الباي شارت. يقول هنا the two pie charts, يعني الباي شارت الفطيرتان هنا الجدولان يوضحان illustrate يعني يوضحان ويعالجان the social media platforms used by men and women in the USA aged 18 to 24 years in 2018. نبدأ بعد ذلك بالشرح بعد أن ذكرنا العنوان وعن ماذا يتحدث الباي chart. نقول overall بشكل عام Facebook is the most popular social media platform for both genders للجنسين أكثر شيء هو الفيسبوك. أيضا with 40% of women and إذا نذكر النسبة التي نسبة النساء وكذلك نذكر نسبة الرجال 39% of men using the website. Number 2 الآن الجملة الثانية the least. إذا هنا تكلمنا عن the most popular والخطوة الثانية نتكلم عن the least popular الأقل شهرة بعد أن تحدثنا عن الأكثر شهرة. Type of social media for young people in this age group is WhatsApp. إذن النسبة هي 9% للرجال من and 10% for women للنساء using the application. بعد أن انتهينا من هذه المقارنة تكلمنا عن the most popular والleast popular. بعد ذلك ننتقل إلى مقارنة أخرى.
يقول انستغرام is also used fairly، يعني يستخدم بشكل تقريبا متكافئ fairly. لاحظوا هنا انستغرام اللون هذا here 19% and here 20%، الفرق 1% فقط. إذا نقول هنا fairly equally by both men and women with 19 for what for women and 20 for men. إذا 20 for women and 19 for men. إذا نذكر النسب respectively using the application. The most significant difference. الآن نتكلم عن الفرق، أكبر فرق in social media preference between men and women is seen with Snapchat. إذا أكثر شيء وبرنامج وتطبيق يوجد فيه فرق هو السناب شات. As we said كما قلنا قبل قليل Snapchat for men للرجال look here 11% بينما هنا 20% يعني الديفرنس تقريبا 10% 10%. وهنا عندما نختم نقول مثلا overall social media use between young men and women in the USA in 2018 is fairly similar تقريبا متشابه يعني the most significant difference between the genders is seen with the use of Snapchat. إذن هو and Twitter. إذن الاستخدام متشابه لكن الفرق في سناب شات وتويتر. نأتي الآن هنا إلى الأسئلة. Read the summary. اقرأ الملخص ثم أجب عن الأسئلة. Which three main pieces of data are discussed in the summary? ماذا تم مناقشة؟ ناقشنا the most popular أكثر شهرة لسوشال ميديا، وناقشنا أيضا the least popular أقل واحد من مواقع التواصل شهرة، وأيضا the most significant difference الاختلاف الأكبر in social media use. Number two, how is the data كيف البيانات معنى data بيانات from the charts used in the summary. هنا كان عندنا percentages النسب المئوية are included to support sentences إذا حتى تدعم الجمل. What tense ما هو الزمن in the summary written in أي زمن استخدمناه، هل استخدمنا الماضي أو الفيوتشر المستقبل أو البريزنت. إذا تم استخدام البريزنت تنس زمن المضارع. 4. Has the author هل الأوثر وهو المؤلف included يعني ضمن وكتب their opinion رأيه؟ لا، لا يتكلم عن الرأي وإنما هو يتكلم عن حقائق facts. Number 4. Read and match اقرأ ووصل. عندنا هنا from 1 to 9 نريد أن نوصلها مع الديسكريبشن الوصف from A to E. هذه from A to E A B C D E. الآن نوصلها مع هذه الحروف 1 2 3 4 to 8 يعني هذا كله 4 to 8 و this paragraph هذه كاملة 9. الإجابة الصحيحة هنا لاحظوا هذه تصف الجملة الأولى هذه هذا الكلام موجود في الفقرة الثانية والتي تتكلم from 4 to 8 and analysis to specific details يعني تم ذكر تفاصيل أكثر للشارت وهايلايتنج تسليط الضوء على السيجنيفيكانت على السيميلاريتيز والديفرنتز الديفرنسز الاختلافات التشابهات والاختلافات المهمة تم تسليط الضوء عليها. An introductory مقدمة هذه المقدمة في أول فقرة. 3. A description وصف لـ lowest proportion النسبة الأقل تكلمنا عنها في paragraph 3 و conclusion الخاتمة هي 9 9 look here this is here we have the conclusion الخاتمة. أيضا has the أيضا هنا E a description وصف of the highest proportion يعني الـ highest الأعلى هي في paragraph 2. Read and choose اقرأ واختار. طبعا الكلمات الموجودة في البولد replace هذه نريد أن نبدل هذه الكلمات مثلا كلمة illustrate نضع مكانها show لأن معنى illustrate يعني يبين show. Number two overall ممكن استبدالها بكلمة in general بشكل عام. Number three كلمة genders معناها الجنس ممكن أن نستبدلها بكلمتي men and women. Number 4 in contrast ممكن أن نحذفها ونضع مكانها on the other hand في المقابل. Number 5 whereas ممكن أن نستبدلها ونضع مكانها while بينما. Number 6 overall ممكن أن نستبدلها ونضع مكانها to summarize يعني بشكل ملخص.
ونمبر 7 موست سيجنيفيكانت، الاكثر اهميه، ممكن ان نستبدلها ونضع مكانها مين، يعني بشكل اساسي. الان ريد اند ليست، اقرا و وافرز وصنف. ريد ذا سمري، اقرا السمري في اكتيفيتي 2. ميك ا ليست اوف اول كومباراتيف، يعني ضع قائمه للكومباراتيف، المقارنه، وستراكشرز يعني للقواعد. هذه هي القواعد التي وردت معنا: the most popular, the least popular, the most significant difference, more popular, not as popular as, the most significant difference. نأتي إلى البروجكت، المشروع هنا ناقش هذا. طبعا هنا نورا writes a blog، هذه نورا، this is Nora. She writes a blog، كتبت blog، مدونة. Look here, this is the blog. As you see, this is the blog. There are some pictures. There is a headline. There is sentences, a text. الآن الإجابة عن هذه الأسئلة. What is Nora's blog about؟ عن ماذا يتكلم؟ عن building robots. Robots. Look here. Nora. Robot. Robot. إذا building robots. هذه هي building robots. بناء الروبوتات. What is the difference between، ما هو الفرق بين home page and the blog؟ الhome page والblog post page، هذا هو الفرق. This is the home page. ما معنى home page؟ هذا هو التعريف تجدونه هنا. وما معنى الblog؟ This is the blog. You can see the blog here. الآن question 3. What features does the blog home page include؟ لاحظوا هنا الأشياء: home, about, blog, content. وهذه الأشياء، لاحظوا هنا هذه الهوم بيج أيضا: contact, blog, about, home، بطريقة أخرى. نأتي هنا إلى listen and sort، استمع وافصل. listen to نورا، استمع إلى نورا تتكلم عن building a new blog، يعني إنشاء blog جديد. ونريد أن نفصل هذه إلى ثلاثة أقسام: content، محتوى، لاحظوا هنا content، والديزاين، التصميم، this is the design، والتكنيكال، الأشياء التقنية. الكلمات هذه التي سوف تستمعون إليها، لاحظوا هنا عندنا هنا from 1 to 10. هنا نضع number 5, 6, 7, 8. هنا طبعا نريد أن نركز 1 and 2 technical. 1 and 2 technical. Now 3، إذا هنا واحدة تكون 3، هذه تكون عندنا 3. 3, 6, 7, 8 هذه تكون content، محتوى. 9 and 10 and 11 تكون هذه design. لا يوجد 11 هنا طبعا. إذن هنا أعزائي تم التعديل، هنا number 3, 4, 6, 8, 9 هذا contact، وإذن هنا number 2, 7, 10 هذا design. لاحظوا هنا 2 مثلا choose a design theme، هنا choose a design theme، وهنا technical get hosted number 1 and 5، this is number 1 get hosted، and this is 5 add social media and like buttons، add social media and like buttons. هذه كيفية تصميم البلوج. وهنا تقوم بتصميم بلوج with your groups، مع مجموعة لك في الصف بإشراف المعلم. Do your project، وهو البروجكت كما قلنا لكم هو أيضا عن البلوج، كما شاهدنا هنا كيف قامت نورا بتصميم بلوج مثل هذه. تضع هنا home مثلا، about، blog، content، والأمور الأخرى المتعلقة بإنشاء وتصميم البلوج. وبهذا أعزائي الطلبة نكون قد انتهينا من شرح اليونت 1 في كتاب الكلاس بوك Grade 10. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.